شوفوا الدرجة التسيب اللي عاشتها الله في دراسه، وفي قادم الأيام راح تشوفوا فضائح وفضائح كثيرة جدا. وقت سابق في عهد محمد راوراوا كان البروجي تاع لوتال، قلت له فيفا لا فيفا قالت لي فيديراسيون ديروا البروجي باش تديروا تفينونسي روحكم ويكون عندكم اموال وبالتالي ممكن تمويل المشاريع الرياضيه. ستي البروجي تاع لوتال اللي داروه بروجي فورورد، كي راح محمد راوراوا يعني البروجي كان قائم وكان حيدخل اموال كثيره، يجي خير الدين صوتي يقول لك نو لا فيداس ما نديرش بيزنس ودير لي سون دو فورماسيون. داروا لي سون دو فورماسيون تلمسان اللي مازالوا حابس وصرفنا عليه اموال كثيره جدا. في نهايه الامر ما شفناش اون فورماسيون، يعني ما شفناش دي جوار اللي استفادوا منهم لي كلوب ولا لا فيديراسيون ولا لي زيكيب ناسيونال سيرتو. شفنا بيزنس في لي جوار، يعني تقول ما كانش البيزنس تاع لوتيل ولكن كاين لو بيزنس تاع لي جوار، وهذا امر مشروع انه تفورمي دي جوار وتبيعهم كما كاين في الاكاديمي تاع بارادو. المشكله انه ولا لاعب اليوم اللي جازوا على ليزاكاديمي تاع لا فيديراسيون اونت كيني ليزاكاديمي خميس مليانة وبالعباس ما بانوش، وراهم وين راحوا شكون استفاد منهم ما كاش. المشكله انه لي سون دو فورماسيون اللي داروهم في خميس مليانة بالعباس في انتظار تدشين لي سون تاع تلمسان اللي مازالوا عالق فيه مشاكل صرفوا عليه اموال كثيره من خزينه الاتحاديه، واليوم كاين دي زون دومبر في الحكايه، لي سون تغلقوا وراحوا وبداوا يبانوا المشاكل. من بين المشاكل مثلا في لي سونتر تاع خميس مليانة ايسوتو بالعباس انه ولا واحد خالص، لا لي فورنيسور لا ليكول اللي كانت تقري الاولاد لا حتى ان بولونجي في بالعباس وصل يعني خباز يشارع في لا فيديراسيون. وزيماجيني خباز يشارع اتحاديه جزائريه كانت تقول عليها الاتحاديه العالميه. الاموال اللي تصرفت على لي سون دو فورماسيون غريبه جدا، يعني حتى اليوم هناك يعني ثغرات يعني ماليه كثيره وكثيره جدا اللي ورثها البيرو اكتويال، مازال ما صابوا لهاش الحل، ما كاش واحد قدم دي زيكسبليكاسيون لي سونتر كيفاش تفتحوا، شكون صرف عليهم وكيفاش صرفوا عليهم، ولي جوار هادو منين جاو وشكون اداهم وشكون استفاد من الصفقات ديالهم، حتى انه خلاو يعني ماتيريال مهم جدا وكبير خلاوه مرمي في 5 مليون وبالعباس. اوروزمون كو جو بونس في بالعباس لا دي جي اس فاقت صابت ماتيريال جديد خباتو كي جات لا فيداسيون اكتويال صابتها. شوفوا درجه التسيب اللي عاشتها لا فيديراسيون، في قادم الايام راح تشوفوا فضائح وفضائح كثيره جدا.